أحد الأخوات تسأل كيفية استخدام النسخ السريع أو اختصار عملية النسخ السريع في برنامج وورد. يعني مثلاً إحنا عندنا هاي الأشكال، طبعاً سواء كانت أشكال أو مربعات نص، طبعاً سواء كانت أشكال أو مربعات نص أو صور، أي كائن موجود مثلاً هذه، نضيف بعد فد شكل، وأريد هاي الأشكال ثلاثة أريد أنسخن بشكل سريع من خلال اختصار. طبعا أول مرة لازم أحددهن جميعا، أحدد الشكل الأول، طبعا سواء كان شكل أو صورة أو مربع نص نحدده كليك، ونضغط شيفت من الكيبورد ونحدد الشكل الثاني أو الصورة الثانية أو مربع النص، ونبقى ضاغطين على المفتاح شيفت ونحدد الشكل الثالث. بعدها نضغط على المفتاح كنترول، نترك مفتاح شيفت ونضغط على المفتاح كنترول ونسحب بالأسفل، نسحب طبعا بأي منطقة مو شرط إلى الأسفل، ورح يصير عندنا عملية نسخ. طبعا لا ننسى أن نبقى ضاغطين على المفتاح كنترول حتى نقدر نستنسخ. طبعا هذه عملية الاستنساخ السريع من خلال الاختصار كنترول والسحب.